أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 445 مليون جنيه فاصل 43 ألف. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إك 30 بنسبة بلغت 0.88%، ليغلق عند مستوى 10010 نقاط. فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 0.61%، ليغلق عند مستوى 2215 نقطة. انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3156 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 10.97%، ليغلق عند 13.25 جنيها. يلي سهم شركة العامة لصناعة الورق بنسبة 8.38%، ليغلق عند 10.99 جنيها. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة رايا لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 6.72%، ليغلق عند 2.70 جنيها. إنما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 20.29%، ليغلق عند 0.32 جنيها. وفي سياق متصل، قالت هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار من خلال طرح شركات بالبورصة المصرية الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى جمع 3 مليارات أخرى خلال العام المقبل. وأضافت سعيد خلال مؤتمر اليوم إن الحكومة تستهدف دراسة حوافز إضافية لمجتمع الأعمال، سيجرى الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الشهر الجاري.